بسم الله الرحمن الرحيم، هذا واحد من التمارين المركبة، تمارين مركبة على عدة أهداف. في مجموعتين، يعني لاعبين بلاعبين بلاعبين، في لاعبين هنا نسميهم لاعبين للفعل الثاني، أكو فعل أول وأكو فعل ثاني، هنا لاعبين للفعل الثاني يلعبون ويا ذولا، هؤلاء الخمسة ويا اثنين واثنين، هؤلاء الستة يلعبون ويا ثلاثة. نطالع التمرين يعني على بساطة، نبطئ نسوي 3 فريم بالسكند ونشوف التمرين سوا، 3 واحد 3 تصويب على المرمى، 1 3 ينتقل على المرمى البعيد ويا زميله 6 2 ضد 1، ثم 1 ينتقل هناك ويا 4 2 ضد 1 على الهدف الثاني. لاحظ الوسط منتظرين، حال ما يخلصون الأجناب من اللعب يتحرك الوسط 2 ضد 2، من يستلم كرة هو مهاجم يهاجم الهدف، بس إذا المدافع أخذ الكرة يروح يهاجم الهدف البعيد. بس نعيد، فمن الجانبين 1 و3 يتحركون، 1 يصوب، 3 ما يتوقف، بينما 3 يستلم كرة ويعود للخلف يلعب 2 ضد 1، 1 بعد التصويب المدرب يلعب كرة 4 يروح 4-1 ضد 4 الأزرق البنفسجي يلعبون 2 ضد 1، فيكون هنا 2 ضد 2 وهناك 2 ضد 1، ثم حال ما ينتهون شوف 2 و2 ينطلقون، المدرب يلعب كرة، اللي يستلم الكرة هو مهاجم بمعاونة 5 و5 يصير 2 ضد 2، إذا ربح الفريق المدافع الكرة إيش يعمل؟ يهاجم الهدف 1، هذا البيت بسيط. خل نشرح 1-1 أحسن. فالتمرين كالتالي، شوف هاي 10 ياردة، قرب اللاعبين، قرب هاي الأهداف على نص الساحة، كل ما تقرب أحسن. فواحد نشرح بس واحد ما ندخل الدول، يصوب المدرب رأس الدولة، 2 يتحركون، 4 يستلم يصيرون 2 ضد 1 هنا، بينما هنا ما في تصويب، هنا 2 ضد 2 الوسط ينتظر، 2 و2 يتحركون لاستلام كرة من المدرب 1 أو من المدرب 2، اللي يستلم أول يصير فريق مهاجم، ذول 2 يدخلون وياهم بوضعية 2 ضد 2 على هذا الهدف. شنو وظيفة هذا الهدف؟ إنه الفريق المدافع إذا ربح الكرة يهاجم سريع هذا الهدف تحت ضغط المهاجمين اللي فشلوا بالتسجيل. يعني تمرين جيد ومفيد، وتشوف إنه كل تتحرك، ودائما أكو تبديل مراكز بين اللاعبين. أنت لو تلاحظ بطأ لاحظ، من أحسن التمارين المجربة والشرعية واللي تعطي قيمة للتدريب، مهم هذا. فأنت حاول أن تعمل التمرين بمساحة أصغر، يعني ذني الهدفين تسحبهن على خط النص، وذول اللاعبين الساندين أخذهم لمسافة أبعد من خط النص ب 15 ياردة أو 20 ياردة، يصير التمرين على مستوى عالي وسريع ودون توقف، وتستمر العملية 2 ضد 2 2 ضد 1، أول مرة 1 على الهدف 1 على الهدف، الواحد هذا شوفه يهاجم، والثلاثة هنا يشكل ويا 6 2 ضد 1 على الهدف البعيد، بينما هذا يستلم كرة أخرى يشكلون 2 ضد 1 على هذا، بنفس الوقت الوسط ينتظر حال ينتبهون، حال ما ينتهي ذولا الآن ممكن أن يلعب لي الفريق الوسط، ممكن أثناء 2 ضد 1 2 ضد 2 يلعب إلى الفريق هذا، ما ينتظر عودته، فيكون هناك أكشن بثلاث محطات. هاي واحدة، هاي نوع من أنواع التمارين اللي الحقيقة تنمي كثير من مواصفات اللاعبين الجيدين، واحدة منها ردود أفعال اللاعبين، 2 زيادة عددية، 3 تساوي عددي، 4 اللعب باتجاهين،
فيها كثير يعني، 5 الأداء الفردي، 6 التحول، وهكذا. إنه كل كرة القدم تجدها في تمارين التصويب هذه، كل كرة القدم تقريبا. وقلت لك دائما اضغط المساحات في مثل هذه التمارين، أما لا تعملها بالمساحات اللي أنا موضحها لك لا بأس بها، هذا ليس هناك من خطأ. فلاحظ واحد ماذا يفعل، شوفت كل تبديل مركز هنا، تبدلوا المراكز تبدلت، بعدين هنا راح يصير بنفسجي هو الفريق الأول بينما يصير الفريق الثاني النامي، فيكون هناك عندك تبادل. لاحظ الآن 5 أول 5 ثاني، الآن الفريق البنفس النابي يبدأ بينما ينتظر الفريق. لاحظ كل محطة لها فعل، فيكون هناك تدريب مركب للتصويب، ووضعية 2-1 ووضعية 2-2، هناك لعب باتجاهين وليس باتجاه واحد. دائما المدافع إذا يربح الكرة يحاول يهاجم، حتى لو كان واحد يحاول يهاجم بسرعة هدف الفريق المنافس. لا تخلي العمل يرتبط بقطع الكرة من قبل المدافع ولعبها بشكل عشوائي، لا خليه منظم. وفي متغيرات في هذا التمرين جميلة جدا، يعني إذا احنا استمرينا على آلية اللعب هنا طورنا وطورنا وطورنا، نحصل على الأقل على خل أسميها تنويع في التدريب. والتنويع في التدريب من مصلحة المدربين الجيدين طبعا، ومن مصلحة اللاعبين. النمط التدريبي الواحد يجلب الملل ويعيق التطور عند اللاعبين. نزيد السرعة ونشوفها بسرعة 5 فريم بالثانية، شوف يكون التمرين ممتاز. حاول تطوير فكرك التدريبي، حاول، هذه كلها محاولات جيدة. حاول أن تبدع في التدريب، لا تبقى على نمط واحد. المدربين العرب يعني الإخوان شغوفين بالتدريب، يحتاجون يعني اتصلوا بي كثير يريدون تمارين، بس هذه يعني فلسفة خاطئة، أنه أنت فقط تستلم تمارين، أريدك تطورها لها. كيف يمكن أن أتطور هذه التمارين؟ هذا مهم جدا. حاول تعمل بهذه الطريقة، وحاول يعني تعمل أما زيادة عددية من مكانين الجانبيين، أو تساوي عددي، أو تضع شروط للعب، أو تضع ما يسمى بتوقيت الفعالية، يعني إلك أنت كفريق مهاجم مثلاً 20 ثانية حتى تسجل بالهدفين، أو إرادة لعب سريع، إرادة سناب سريع، فضع الشروط التي تساهم وتساعد على العمل بسرعة تسمى سرعة اللعب. انتبه لك الانتهاء، حاول أن تجعل من تمارينك بإيقاع شبيه لإيقاع المباراة. أنا دكتور موفق، هذا برنامجي لتطوير الفكر التدريبي للمدرب العربي، وهو جزء طبعا من رابطة المدربين المحترفين العرب لكرة القدم. شكرا، مساكم الله بالخير.